بكل الأحوال المفاوضات يجب أن تستمر، ولكن هل هي مؤشر؟ أنا أقول لا. طبعا القوات الروسية اضطرت إلى الانسحاب من حوالي العاصمة كييف بسبب الضربات والخسائر التي تلقتها من قبل الجيش الأوكراني، وكانت مضطرة فعلا للانسحاب، علما أنه هذا كان في بال القيادة الروسية من بداية هذه الحرب. وقبل ذلك كانوا يقولون بأن كل أوكرانيا لن يستغرق السيطرة عليها إلا أيام معدودة، وتفاجؤوا بأن العكس تماما هو الذي حصل، وتكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة، وبالتحديد في هذه المنطقة التي أخلوها في المناطق التي أخلوها في الفترة الأخيرة، وهما في يقعون في شمال وشمال غرب العاصمة. بالتالي كما قلت اضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب وإعادة التمركز في أماكن أخرى، للحصول على أسلحة وعتاد جديد ليكملوا هذه الحرب. بتقديري أنهم لن يرجعوا إلى العاصمة لتطويقها من جديد، وإنما برأي القيادة الروسية بأنهم أمضوا المرحلة الأولى من الحرب بنجاح، والآن وأنهكوا كما يقولون القوات الأوكرانية، وبالتالي الآن هم متوجهين إلى شرق البلاد لاستكمال احتلالهم لأراضي الدنباس أو لإتباع الأراضي التي بقيت تحت إشراف الجيش الأوكراني لاحتلالها وضمها، بما أنها هناك مناطق لم تكن محتلة قبل ذلك وتدخل في إطار الحدود الإدارية لدم، فهم سيحتلوا الباقي. وبعد ذلك بتقديري ممكن، وعدا عن ذلك طبعا هناك مدينة ماريوبل التي استعصيت عليهم لهذه اللحظة ولم بكامل يقدروا أن الشرق يحتلوا. والجنوب الشرقي، يعني طبعا المعارك محتدمة.